السلام عليكم. وقبل البداية ندعوكم مشاهدين إلى تشجيعنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. خبير عسكري أكد لمصادرنا أنه هناك تخوف من أمريكا لامتلاك المغرب ودول أخرى لمنظومة الإيس 400. شغلت إيس 400 روسيا الشأن العسكري الدولي وأصبحت حديث الخبراء في المجال، خاصة وأنها تعد منظومة متطورة جدا وتتفوق على صواريخ باتريوت الأمريكية، كما أن هناك من يرى أنها تتفوق حتى على صواريخ تاد الحديثة التي تعد جوهرة الدرع الصاروخي الأمريكية. وفق تقارير سبق لقناة سي بي سي الأمريكية، المنظومة التي عقدت الصين والهند وتركيا صفقات مع روسيا لشرائها وترغب بها أكثر من 13 دولة من السعودية وقطر والجزائر والمغرب ومصر والعراق والفيتنام، أثارت الكثير من الجدل ودفعت الولايات المتحدة إلى التوعد بفرض عقوبات على مشتريها. فلماذا تتخوف واشنطن من هذه المنظومة؟ وهل سيقتنيها المغرب؟ وكيف يمكن التأثير على موازين القوى الإقليمية؟ يقول الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية عبد الرحمن مكاوي إن صواريخ إيس 300 وإيس 400 هي صواريخ فتكة تصيب أهدافها بدقة، ولهذا يعتبر صاروخ هذه المنظومة من الصواريخ الاستراتيجية التي انتجها المركب الصناعي الروسي. كما أنه يضيف مكاوي في حديثه للمصادر نفسها تواجه الطائرات النفاثة ويمكنها ضرب الأهداف الثابتة على الأرض. وأكد مكاوي أن الأمريكيين يعتقدون أن الباتريوت أقوى ويصيب أهدافها، ولكن مع القبة الحديدة التي أنشأتها إسرائيل أظهرت أنها أقل فاعلية من الإيس 400. وأوضح الخبير ذاته أن روسيا وضعت شروطا تعجيزية قد تحول دون شراء المغرب لهذه المنظومة، ومن بينها إقامة قواعد صواريخ روسية وبحضور خبراء روس، وأيضا لأن استعمال المنظومة ضد الدول التي تمتلك مثل هذه الآلة. تعليق صفقة المغرب وتدخل إسبانيا والجزائر. ومن أسباب تعليق المغرب للصفقة بحسب مكاوي هي الشروط التي ذكرت أنفا، لأن المغرب يحرص على سيادته الوطنية وقطع مع القواعد العسكرية منذ زمن. كما أن أبرز الأسباب الأخرى هي كلفة المنظومة المرتفعة التي تصل إلى 500 مليون دولار للبطارية الواحدة. وكشف المكاوي في سياق ذاته أن الجزائر وإسبانيا مارستا ضغوطا على روسيا كي تضع شروطا تعجيزية للإجهاض صفقة، مشيرا إلى أن الجارة الشرقية للمغرب تتوفر على هذه الآلة، ولكن بعض الدراسات تشير إلى أنها تتوفر على الإيس 300 فقط وليس على 400. عقوبات أمريكية على الدول المشترية لهذه الآلة. وأشار الخبير ذاته إلى أن إدارة ترامب توعدت بمعاقبة المشترين لغرض اقتصادي محض، حيث يسعى للضغط دون شراء هذه المنظومة من قبل بعض الدول الحليفة لأمريكا، وذلك لأن القطاع العسكري الأمريكي يشغل نحو 40% من الأيادي العاملة النشيطة. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الخبر. طاب يومكم وإلى اللقاء.